بسم الله الرحمن الرحيم. احنا جريد 7 ماث فيرست ترم يونت 4، نعمل ريفيجن على فيرست 4 ليسون اللي هو الريليشن بتوين انجلز والكونجرنس والكونجرنت اوف ترينجل. اول سؤال ده كومبليمنت اوف ان انجل اوف ميجر 43. قلنا عندي ثلاث حاجات: كومبليمنت، سبليمنت، ريفلكس. كومبليمنت يعني 90 ماينس الانجل، سبليمنت 180 ماينس الانجل، ريفلكس 360 ماينس لانج. فعملت 90 ماينس 43 طلعت معاك كام؟ ولا لسه ما لقيتش الكالكوليتر؟ لا مش لاقي. طيب احسب لك انا 90 لو هي ايه 45. ده هتبقى 53 صح؟ لا هي المفروض ال 90 دي نصها 45 و45، فهو شال ايه 2 من هنا تبقى لي 43، يبقى انا هزوده من الناحية التانية تبقى 47 ماشي كده. طيب دي لسه الباراليليزم ما خدناش. Two triangle are congruent if two angle. الكونجرنت عندي كام كيس؟ اسم مجر. لا الكيسز بتاعت التريانجل كانت انجل سايد انجل، سايد انجل سايد، سايد سايد سايد، رايت هايبوتنس سايد. يعني لو عندي two angle and side are equal the corresponding two angle and side in another triangle يبقى دول congruent. لو two side and the angle in between اللي هي لازم تكون محصورة ما بينهم equal the corresponding two side and the angle in between in the second triangle يبقى الاثنين congruent. وانا عشان بس بتلخبط لما اجي افرق بينهم، يعني ده congruent او مش congruent، بفرق بينهم ازاي؟ انا بيديني تراينجل كده ماشي، ماشي في الاغلب بيبقى ايه شابك في بعض، يعني تلاقي عاملين تو تراينجل شابكين في بعض كده ماشي، ماشي وتلاقي عامل لك ايه، يجي يقول لك السايد ده ايكوال السايد ده والسايد ده ايكوال السايد ده. انت تبص كده دول كام سايد ايكوال بعض، فور. السايد ده ايكوال ده وده ايكوال ده، يبقى انا عندي تو سايد ناقص لي دي انهي كيس، يا اما سايد سايد يا اما سايد انجل سايد، دول اللي فيهم تو سايد ماشي. فانا هدور على ايه، يا اما سايد تالت يا اما انجل تالت. فانا هبص مش مديني ولا انجل، طب اعمل ايه، اشوف السايد التالت. لقيت السايد التالت ده اصلا كومن، موجود هنا وموجود هنا، يبقى دي الكيس بتاعت سايد سايد سايد. تمام كده، ممكن يوم اديهولي كده ترينجل عامل كده، واللي قول لي الكيس بتاعتهم، يقول لك ده ايكوال ده وده ايكوال ده، يبقى دي انهي كيس، عندي تو سايد، يا اما اجيب السايد التالت يا اما الانجل التالتة. مفيش، ما ادانيش سايد وبرضه ما ادانيش انجل، بس بلاحظ ان دي فيرتيكال اوبزيت انجل، والانجل دي ما بين التو سايد، يعني ما هيش انجل بعيده مثلا هنا او هنا، لا ده هي ما بينهم، ما دام ما بينهم وهنا برضو ما بينهم خلاص يبقى ده سايد انجل سايد ماشي. يعني لو في النص تبقى سايد انجل سايد، لو يعني لو في حتة تانية بتبقى واحدة من التانيين. ايوه، وعلى حسب الجيفنز اللي هو مديها لك برضه، يعني هو اللي يقول لك السايد ده قد السايد ده والانجل دي قد الانجل دي. خلاص هنا في الكيس بتاعتنا دي بيقول ايه، تو تراينجل ار كونجرنت اف ايه بقى، انهي واحده من الاربعه دول؟ قال لي اف تو انجل. هوب اوف، عندك فين هنا التو انجل؟ ما قداميش الا دي، ايه دي يبقى انا عايز كمان مع التو انجل ايه، معايا السايد، يبقى تو انجل اند وان سايد، وان سايد ار ايكوال تو ذا كورسبوندينج تو انجل اند وان سايد ان ذا سكند ترينجل. تمام كده ماشي. طيب ان ذا اوبزيت فيجر، الشكل ده انجل اكس بكام، فين انجل اكس اللي دي؟ انجل اكس ايه موجود دي ب بكام؟ 43. 47. ليه بقى؟ ب 47 ازاي؟ انا هقول لك اهو، المفروض ده كله كام؟ 180. 180 هشيل منه 43 ماشي، يتبقى لي كام؟
يبقى ده 7 وده 3 وده 1. خلاص هشيل منه كمان كام؟ 90 9. يبقى 7 و30 ماينس 9 4. ماشي، او واحد يجيبها بطريقة السؤال الاولاني ده، مش ده 90 يتبقى لي كمان 90، المفروض 45 45. طب ده 43 يبقى الثاني 47. خلاص كده كده فهمتها ولا لا؟ اللي ما تفهمهاش وقفني، لا هات لي طريقة تانية عيدها لي كده يعني. خلاص انا باخد منك كلمة انا فهمت دي ثقة. ماشي. طيب the number of triangle in the opposite figure، ده سؤال ذكاء، بحاول ايه اجيب دول كام تراينجل اللي قدامي دول، تقدر تعدهم؟ 4. اخر كلام؟ لا ثانية حاجة. ماشي، هم 4. ماشي تعال نحسبهم. لا 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 ثانية حاجة، هم 2 أو 4، حاجة من الاتنين دول. طيب تعال الأول نشوف، هنمسك الترينجلز الصغيرة دول أهو. ماشي، هنمسك ده كده كام؟ 2 2. ونمسك ده كده كام؟ 3 3. ونمسك ده كده كام؟ 4 4. الفور دول صغيرين، ركز معايا بقى. كده كام؟ 5. ادي واحد اهو 5. ايوه 5. واللي فوق ده يبقى دي كمان 2 تراينجل، يبقى كده 6. ماشي همسحهم، بس خد بالك ان انا هعمل حاجه غيرهم. ماشي ماشي مركز، احنا خدنا انهو 2 تراينجل دلوقتي؟ ايوه. طيب ركز بقى في ده، ده واحد جديد صح؟ خدناهوش قبل كده صح؟ حاجات اللي شقلت. يبقى كده كام تراينجل؟ 8 8. ماشي انا كده ما اقدرش اطلع تاني، هما 8. خلاص كده، فانت برضو ايه حاول تركز اكتر، ما تاخدش ايه بالشكل اهو. ماشي قول لي the supplements of angles. supplements كتبنا 180 of angle 30، خلاص يبقى 180 minus 30 150. the two intersecting straight line، بقوم راسمهم كده، دول two intersecting straight line perpendicular، هل عاملين right angle؟ شرط يعني يكونوا عاملين right angle؟ لا، هما ممكن اي يكونوا عاملين كده لكن مش شرط، ممكن يكون acute و obvious. خلاص فالبيربنديكولار دي مش ايه، مش مظبوط. are on the same plan، على نفس البلان، دي ممكن احتمال. ماشي يعني ايه اصلا؟ مش هيتقطعوا الا اذا كان في نفس البلان، نفس المكان يعني، نفس الفرسي يعني. يعني مثلا بعمل شريط قطر هنا في مصر، ما فيش حاجة تتقطع مع بعض ما بين مصر مثلا وأمريكا، لا لو في مصر يبقى لازم الاتنين يتقطعوا في مصر، في أمريكا خلاص اللي هناك بيتقطعوا مع بعض، لكن سيم بلان ما دام هما انترسكتنج يبقى أكيد في نفس الأريا، في نفس المنطقة يعني. دي ممكن. ماشي مقبول. سكو دي اللي هي إيه؟ عارف اللي هما ما بيتقابلوش أبدا؟ أهو ده. لا ما دام هما انترسيكلينج يبقى كده ايه، بيتقابل. خلاص. طب ار نوت اون ذا سيم بلان، لا ده هما في السيم بلان عشان كده هما انترسيكلينج، يبقى ار اون ذا سيم بلان. طيب السؤال اللي بعده بيقول لي انتر انجل اي بي سي، انا ايه انا بحب كده، بقوم راسم اي بي سي اي تراينجل كده يعني. انجل بي 3 ميجرمنت اوف انجل اي ايكوال 90، بالراحه بقى ميجرمنت اوف انجل بي ايكوال
3 ميجرمنت في انجل ايه ايكوال 90. يعني مين اللي ب 90؟ انجل ايه ولا انجل بي؟ انجل ايه؟ لا انجل لا بي 3 من انجل ايه وايكوال 90. يعني ال 90 دي عايده على مين؟ على 3 من الانجل ايه وعايده على البي. اي يعني الانجل دي بي ب 90، يبقى الانجل ايه دي تلتها. هنقول ان البي قدها 3 مرات. انا اتلخبطت في ازاي بي 90. بيقول لك مثلا انا هديك مثلا المصروف قد اللي مع محمود مرتين، هديك 10 جنيه، يبقى محمود معاك كام؟ 5. حسبتها ازاي؟ دوايد. حسبت اللي معايا الاول بعدين قسمته على 2، يبقى هو ده اللي مع محمود. طب دلوقتي انت معاك 90 وانت قد اللي مع محمود 3 مرات، يبقى محمود كام؟ 35. قسمت 90 على 3 صح؟ تطلع 30. يبقى سي كام؟ سي مش هديكو سي ب 30. لا ب 60. بكم؟ ب 60. ب 60 صح. ليه؟ عشان كده تبقى كلها 100. تمام سهلة. أي اللي بعده؟ ماشي. In the opposite figure. لا دي على الباراليليزم. تعالى هنا. In the opposite figure. If triangle ABC congruent مع triangle DEF. قلنا بنرقمهم 1 2 3. 1 2 3. The perimeter of triangle ABC. بروح على ABC ما عنديش الا AB 6. طب اروح هنا BC بكام؟ BC اللي هو 2 مع 3، هنا 2 مع 3 اللي هو EF. EF اهو. يبقى ده بكام؟ ب 4. يبقى ده برضه ب 4. طب عايز CA، يبقى 3 1 3 1. هنا مين؟ F و D و A و C. لا 3 1 3 1. ايوه انا قلت A و C و D و F و D و F. يبقى هنا بشوف دي اف بكام وراح احطها هناك. دي اف هنا ب 5، يبقى هنا ب 5. البريمتر اعمل لهم التلاتة بلس 4 بلس 5 بلس 6 يطلع 15. ماشي كده؟ ماشي. السؤال اللي بعده على الكونجرنت. Will ABCD and XYZ are two squares. الاثنين دول سكوير. Will square AB ب 6. طيب و LZ ب 6. دي congruent. هل دول congruent ولا لا؟ اي. Give reason. وامتى يكونوا congruent؟ لما كل side are equal وكل الانجلز are equal. All sins square يعني all angles are equal. هو اللي قال لي ان هما squares، يبقى كل الانجلز equal ب 9 صح؟ اي. وايه السبب الثاني؟ وسنس ان ده السايد ده قد السايد ده. بس سايد 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 صح؟ لا سايد 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 وانجل سايد انجل والحاجات دي حاجه خاصه بدرس congruent of triangle. ما تخلطوش مع الدرس ده. ماشي. الدرس ده اللي هو ترينجل الكونجرنت للبوليجونز العاديين. طيب بس بما انه سكوير والسايدز قد بعض يبقى كل السايدز ار 6 وكل الانجلز ار 90. ده الدرس يعني عشان هما ايكوال يعني. مش كل السكوير ايكوالز ايكوال بعض. كله 6 هنا وده 6 يبقى كله 6 هنا، والانجلز مش ده سكوير كله 90 هنا يبقى ده كله 90 هنا. ماشي. طب السؤال ده بتاع الرسومات لسه في ايه في ليسون 6.
بجهز صح. لو مش عندك الجيومتريكال تولز بجهزها، كومباس والبروتراكتور والبنسل والرولر والحاجات دي. في الشكل ده على الباراليليزم، هو اللي تحت واللي تحت. هنعمله دلوقتي ولا ايه؟ لا احنا خدناهوش، كل اللي فات ماشي. على الباراليليزم. طب طيب يلا موديل 2، if measurement of angle B 100 seconds is reflex of، عندك reflex ده 360 minus 106 بقى لي كام؟ 100. if angle A supplements angle B، يعني الاثنين دول مع بعض 180، ولي angle A قد angle B، يبقى انجل بي بكام؟ يبقى انجل بي 90. صح. طب وانجل ايه؟ ايه؟ طب وانجل ايه تبقى بكام؟ ب 90 برضه. ماشي بهزر معاك. In the opposite figure measurement of angle CED، دي مهمة قوي اعرف الانجل. CED يعني بروح للاي اللي هي في النص دي البوينت، واوصل اللاين اللي جاي من السي واللي رايح بالدي. فين الاي؟ اهي في النص، السي رايح للدي اهو. طب دي بكام؟ هي شكلها تطلع اوبتيوس من شكلها كده. طب انا عندي كام انجل؟ 110 و30 و90، والمفروض الاكيوميليتيف اللي هم اللي حوالين دي كلها 360. اعمل 360 ماينس 110 وارجع اعمل ماينس 90 وارجع اعمل ماينس 30. ماشي واشوف هيتبقى لي كام. طبعا 110 معناه انت 230، يتبقى لي 130. ايه ده بس كده؟ 360 ماينس 110 و90 دول ب 200. لا قصدي يعني واحد بنطلعها كده يعني؟ اه تعمل لهم كلهم بلس وتعمل لهم ماينس 360. لو كنت فاكر لازم نعمل الموضوع كبير جدا. ماشي. لا مش حاجة. طيب سؤال الذكاء، will if the square represented the unit area، دي الاريا بتاعت الشكل، then the area of the figure كام square؟ عدهم 1 2 3 4 5 6 بعدين قللهم 1 يبقى 5 يبقى دي 11 بعدين 4 يبقى 15 بعدين 3 18 20 21. صح؟ او عايز تعدهم واحده واحده براحتك يعني. هو كده حلو. In the opposite figure if triangle ABC congruent مع triangle ABD 1 2 3 1 2 3 let the perimeter of the figure ACBD ACBD البريمتر بتاعه كله يعني اللاين اللي بره ما عدا اللي جوه ده طبعا 20 AB ب 6 لو ده ب 6 then the perimeter of triangle ABC ده ABC لو ده ب 6 اه يبقى 10. ليه بقى؟ ليه؟ ما عشان اللي اللاين 20 ده ولما عملناها ديفايد 2 تبقى 10. تبقى 10 وبعدين ايه؟ ما خلاص كده يعني اكتب كام؟ 10. ايوه. طب انت كده حسبت ده بلس ده يعني ولا الثلاثة؟ لا انا عملت يعني هما الاثنين مع بعض 20. ايوه بس ما كانش حاسب اللاين اللي في النص. ليه؟ لانه مش اوتر لاين للشكل. انا دلوقتي احسب ده اي بي سي، مش اوتر لاين بس في ده يعتبر جزء منه. ايوه يعني ده يعتبر هنا موجود الاي بي، هنا موجود الاي بي ده ب 6 التين المفروض الاثنين دول ب 10 يعني يبقى كله 16. فاهم حاجه؟ مش هو قال لي ان البريمتر بتاع الشكل اللي بره اللي هو ده بلس ده
ماشي، بلس اللي في الترانجل التاني ده بلس ده بتويني، أيوة ماليش دعوه بالاي بي دلوقتي خلاص. ماشي. ليه ماليش دعوه بيه؟ لانه بيحسب الاوتر لاين بس، ده البريمتر. طيب انا هقسمهم، هخلي الايه الموف ده لوحده والاحمر لوحده، يبقى ده اللي هنا بتن وده هنا بتن صح. انا ايوه هزود بقى الترينجل اللي هو اي بي سي، اي بي سي. طب الاتنين دول انا عارفهم بتن، الاتنين دول مع بعض بتن. طب هو اداني الاي بي، قال لي ده هيبقى 6، يبقى التلاتة مع بعض بكام؟ يبقى 10 بلس 6. وصلت ولا لسه؟ شوت the angle whose measure is more than 180 and less than 360 is called the acute obtuse straight reflex. Obtuse. Obtuse دي من 90 ل 180. ايوه اه. الاكيوت لحد 90. من 0 ل 90. Straight دي معروفة ب 180. الريفلكس هي اللي من كام؟ من 360 لحد 180. مش ثابتة عشان 60؟ لا الريفلكس لا، ده عشان اجيب الريفلكس بتاعت اي انجل اعمل 360 ماينس. فاكرها ثابتة على كده. ايوه ما هي ثابته، بس الانسر ما بتطلعش 360. اقول لك الريفلكس بتاع انجل 50، تقول له انت 360 ماينس 50 بتطلع 310، يعني كل مرة هتلاقي فاليو مختلفة. فاهمني؟ يعني 360 دي كماث اوبريشن، لكن الانسر اللي هي الريفلكس بتطلع دايما كبيرة، جريتر ذان 180 وسمولر ذان 360. ماشي. نيجي للسؤال بتاع الريشيو اللي دايما بيرخم مع ناس كتير لانه من السنة اللي فاتت. قول لي if the ratio between two supplementary angle is 7 to 11. supplementary يعني الاثنين مع بعض 180. اي. والريشيو ما بينهم لو ده 7 يبقى ده 11. ماشي؟ طب ماشي. التو انجل هم A و B. السبلمنتري اللي هو انا عارف السمشن بتاعهم، بعمل خانه جديده كده اسمها ايه؟ السمشن. ما اكتبهاش هنا بقى مكان الريشيو ده، الصف بتاع الريشيو هنا، الصف بتاع الفاليو الدور التاني ده بكتب فيه كام؟ 180. امال السمشن بتاعهم كام؟ كريشيو 18. خلاص كده ماشي. بعمل ايه بقى؟ عايز اجيب الايه كل واحدة فيهم، بعمل ايه؟ بعمل كروس. لو انا عايز انجل بي دي كروس مع ايه؟ كروس مع ايه؟ ده اهو السكوير ده. انا عايز اعرف انجل بي هنا بكام، الفاليو بتاعتها. اي بقول البي واعمل تحت 18 ده اللي بكتبه تحت، ليه؟ عشان هو اللي قصاد الانجل اللي انا عايزه. ماشي، واعمل 11 ملتبلاي 180. خلاص تطلع كام؟ 110. 110 يبقى التانية 70. او في واحد بيعمل حركة سهلة بيقول 180 divided 18 ده ب 10، اعمل 10 ملتبلاي 11 و 10 ملتبلاي 7 يبقى 110 و 7، يا اما بطريقة المقص يا اما بالطريقة اللي هي الديفايدد. دي احسن. ماشي سهلة حتة الريشو دي، افتكرتها؟ لا هو طب هو يعني بتاعت الدوات دي ممكن اعملها ولا لازم اعملها مع بالكروس الاول؟ قول تاني كده.
يعني كان اخر حته اللي هي بتاعت الديفايدد دي اللي هي كانت بي 11 تايمز 180 اوفر 18، ممكن اعملها كده على طول ولا لازم اعمل الحته بتاعت الكروز؟ لا ممكن لو انت عارفها تعملها على طول. ماشي. تمام كده. ماشي. حتة الريش دي فيها مشكلة؟ لا ماشي. السؤال اللي بعده. ماشي. السؤال اللي بعده بيقول لي ايه؟ The sum of measure of accumulative angle. ان accumulative angle اللي هم دول كلهم يعني كام؟ اي كام؟ 360. بيقول لي the two angles AMD and BMC في الشكل اللي قصادنا ده. two angle AMD بروح على الام واوصل من الاي للدي، ادي الام اوصل من الاي للدي، وبي ام سي وراء الام وصل ما بين البي والسي. قول لي الاثنين مع بعض دول يعملوا ايه؟ بنسميهم ايه الاثنين كده مع بعض؟ بنسميهم ايه؟ هل بنسميهم vertical opposite angle ولا adjacent ولا corresponding ولا alternate؟ الاثنين دول مع بعض؟ اه adjacent. adjacent جنب بعض. برافو عليك صح، لانها مش vertical. ايوه هو يعني مثلا انا قلت adjacent ليه؟ عشان قلت لو كملناها كلها تبقى 360، عشان كده قلت لك adjacent. لا هم عشان ما ينفعوش لا alternate ولا corresponding ولا vertical opposite angle. طبعا alternate و corresponding لسه ما خدناهاش، لكن ما هماش vertical opposite angle. هو الـ vertical opposite angle كانت مثلا يعني عبارة عن ايه واحدة أنا آسف، AMD وراح الـ M وصل من الـ A للـ D، المفروض أوصل هنا، و BMC بروح الـ M وصل ما بين الـ B والـ C. كده كده دول يبقوا إيه؟ vertical opposite angle. صح، أنا كنت يعني علمتها هي دي. هي دي كانت عبارة عن كده، يعني ال vertical opposite angles عبارة عن كده ان هم يبقوا عكس بعض. ايوه بالظبط، لما two line intersected دي قد دي وال angle ده عكس بعض يبقى في يبقى vertical opposite angles. ايوه صح. All of the following triangle are congruent. كل اللي جايين دول congruent except figure. في شكل ما هواش ايه congruent. طبعا كلهم right angle. يبقى انا هروح لانهي كيس؟ right. انت عايز الصين. right hypotenuse. لا hypotenuse. side ماشي. يعني ال right angle هي 90 طبعا موجودة فيهم كلهم. ال hypotenuse اللي هو قصاد ال right angle. ماشي؟ والصيد اي واحد تاني، ببص هنا وصلته ازاي يعني؟ ليه يوسف؟ وصلته ازاي يعني؟ يعني دي رايت انجل اهي، برسمه لك هنا. ده رايت انجل، ماشي؟ مثلا يعني. في تو سايد لامسين الرايت انجل دي. يعني ده مثلا ايه؟ بي سي. في تو سايد لامسين الانجل دي، مين اللي هو التو سايد دول هما اي بي وبي سي؟ ايوه اللي قصادها بقى اللي هو ملوش علاقه بالبي خالص اللي هو اسمه اي سي. ماشي؟ ده بيكون اوبزيت للانجل. هو ده الهايبوتنس. وهكذا مين اللي قصاد الانجل سي اللي ملوش علاقه بالسي اللي هو اي بي؟ مين اللي اوبزيت انجل اي اللي ملوش علاقه باي اسمه بي سي؟ كده يعني. ماشي. فانا عندي مين اللي قصادها هنا؟ الرايت انجل ده. فايف. مين اللي قصاد الرايت انجل هنا؟ ده. ده.
بالسكس. في هنا بقى ده في واحد فيهم غلط. طب اشوف اللي بعده الرايت انجل ده. ده فايف. هو في سكس ايوه صح، لان كله فايف، كله قصاد الرايت انجل فايف، والسايد هذا هو. التاني مش فارق بقى مكانه فين، يبقى هو ده. شوف اللي بعده. In the opposite figure A B C O 1 2 3 4 1 2 3 4 Mention the corresponding vertex of C. اهي C اهي نمبر 3، راح هنا نمبر 3 تبقى دي مش كده؟ طب explain why AO bisect angle BAF. دي ازاي؟ مش احنا رتبنا 1 2 3 4 وهنا 1 2 3 4؟ كل واحدة يكون قصاد. طب اشمعنى دي ماشيين؟ ايه؟ عشان الفيرتكس. ماشي خلاص. طيب mention the corresponding vertex of C. قلنا دي مقتنع بها ولا اشرحها تاني؟ ايوه عشان انا يعني كنت فاكر ان هو عايز ما بينهم، كنت هقول لا ال corresponding اللي قصادها الناحية التانية اللي ماشي. بتيكوال ليها يعني. explain why AO اللي هو في النص ده bisect angle BAF. بروح ال A واوصل من ال B لل F. ليه ده بايسكت؟ يعني بيخلي الانجل دي قد الانجل دي. ده شوفي اف اي دي اف اي او قصاد الانجل دي او اي بي. اف اي او اف اي او 2 1 4 وهنا او اي بي 4 1 2 2 1 يعني هندي 2 1 4 هي 4 1 2 ماشي. الايه في النص ممكن امشي كده وامشي كده، يبقى هما فعلا كونجرنت خلاص، لان دي هو مثلا كده يعني. هو في اي طريقه تانية ان اطلعهم كده بقى اطلعهم ولا لا؟ يعني يعني طريقه تانية يعني لو مثلا حاجه زي بيستفس او كده طريقة تطلعهم بيها، قصدي يعني حاجة فيها ستيبس وكده. لا هي دي الستبس اللي فيها قليلة. هقول له because this angle congruent مع this angle أو corresponding، شنو المشكلة؟ بس الامتحان بيحاسبون على الستبس، ما عايز اعرف اي حاجة فيها ستبس ابقى عارف الستبس. ايوه في حاجة لازم تقول له السبب. ما هو بيقول لك ليه ده بايسكت، هتقول له عشان الانجل دي كورسبوندنج الانجل دي. مش كده؟ طيب explain why AO is the axis of symmetry of CD. AO is the axis of symmetry. يعني ايه axis of symmetry؟ axis of symmetry ده اللي بيخلي الجزء ده قد الجزء ده ماشي، والانجل دي equal الانجل دي. هقول له because OD is corresponding to OC والانجل اللي هي AOD corresponding to the angle AOC. بس هي دي الستبس. اللي بعد كده measurement of angle BAD. BA بروح لل A واوصل من ال B لل D اللي هي دي اللي ده. ده equal angle BCD راح لل C واوصل من D equal 90، يعني D ودي 90. بيجي في بالي على طول مين؟ رايت هايبوتنس سايد. ما دام في رايت انجل ممكن احتمال كبير تكون هي دي الكيس يعني. ميجرمنت اوف انجل اي بي دي بروح للبي وما بين الاي والدي اهو 31. بطيحة يوم برضه.
AB equal CB equal 5. ده ب 5 وده ب 5. بروف ذات. بروف ذات دي اللي هي عايزة بالستبس. البروف ده بيتكون من ايه؟ من حاجتين، ثلاث نقط كده، نقطتين ونقطة تحت. ايوه اللي هو سنس وغير فور. اه دي اسمها سنس. سنس يعني ايه؟ اللي هو عشان ده سنس ده اللي هو انت قلت لي كده، دي بيبقى عامله زي شغل المحامين شوية. بيبقى في ورق قضية بياخد منه معلوماته، بما ان فلان كان في وقت الحادثة في المكان الفلاني. therefore اللي هو اذا، therefore اللي هو نقطتين ونقطة فوق، ده اللي انت هتستنتجه بقى من دراستك للقوانين بتاعت كتاب القانون. خلاص هتقول له بما ان مثلا كان هو سرق وهو كان مرتبه كذا، اذا هو كان محتاج. فكتاب القانون بيقول لك في المادة مش عارف ايه، ان لو سرق وهو محتاج العقوبة بتكون مش عارف من 6 شهور لسنة، حاجة زي كده. ماشي. يبقى انت سنس ورق القضية بيقول لك حاجة، زير فور اللي انت تستنتجه من دراستك للايه، لكتاب القانون. بيقول لك بروف ذات ذا تو تراينجل اي بي دي اند سي بي دي ار كونجرس. فانا هقول له سنس ورق القضية بيقول لي ان انجل اي ايكوال انجل سي. طيب وايه تاني؟ سنس ايه تاني؟ اي بي هو اللي قال لي اي بي ايكوال سي بي ايكوال 5. A B equal C B equal 5. ماشي. طيب سنس ايه تالت؟ انجل دي بواحد 31، بستفاد منها ايه؟ مادام ده 31 وده 90 خلاص اقدر اعرف الايه التاني. واقول له برضو سنس، سنس انجل، measurement of angle A B D equal 180 equal 31. therefore ايه اللي انا استفدته من دراستي للقانون؟ مش ده ب 90 وده ب 31؟ من دراستي لكتاب القانون ان الترينجل ده لازم يكون ايه؟ 180. يبقى therefore angle اللي هي الثالثه دي ADB equal 180 minus كام؟ 121 اللي هي 90 بلس 31 ايكوال كام؟ 59. طيب هو بيقول لي اثبت ان هم كونجرنت. كونجرنت ده من كتاب القانون لازم يكونوا ايه؟ انا جبت ايه؟ الانجل اللي هي الرايت قلتها له، وقلت له بتاعت مين؟ السايد اللي هو كام؟ 5. ناقص لي مين؟ الهايبوتنس. الهايبوتنس ده فين؟ اهو اللي قصاد الرايت انجل ده واللي قصاد الرايت انجل ده. وهقول له سينس بي دي از كومون سايد، اشرح له كل حاجه بالايه بالتفصيل. يعني قلت له انت قلت لي كذا وانت قلت لي كذا وانا شايف ان ده كومون سايد، therefore ايه اللي انت هتستفاده؟ ان التو تراينجل A B D and triangle B C D are congruent. ليه بقى قلت لي ان هم congruent؟ هات لي الدليل بتاعك، تكتب له كده على جنب write R H S write hypotenuse side. ماشي. بيقول لك find the length of C D. فين C D؟ اهو. هقول له سينس اي دي ايكوال 3، وطالما الاثنين كونجرت فهتبقى 3 برضه. ايوه برافو عليك، كونجرت انا اثبتها قبل كده. هقول له سينس بقى ان ده ب 3 زير 4 دي سي ايكوال 3. بس اخد بالي حاجه من حاجه بقى، وانا بكتب التراينجل اي بي دي وبي سي دي ما احطهاش كده على طول. خلاص يعني ايه؟ يعني ايه؟ هل ايه هي اللي قصادها البي الناحيه الثانيه؟ لا مش هي اللي قصادها البي. الايه المفروض قصادها كام؟ سي. ماشي. يبقى انا ارصهم مظبوط. انت قلت اي بي دي تحط كل انجل اللي قصادها. الايه قصادها كام؟ سي. يبقى حط سي. طب والبي قصادها كام؟ بي برضه.
والدي قصادها دي، عشان لما تيجي تقول له AD equal 3 AD اللي هو ده مع ده، يبقى برضو CD اللي هو ده مع ده equal 3 زيه بالظبط. هو طالب ايه تاني؟ find the measurement في angle BDC. BDC اللي هي هنا، اقول له sense angle ايه؟ طبعا هنزل ايه برضو. هقول له sense ان الانجل ADB equal 59، انا لسه جايبها therefore، يعني اقول له sense angle ADB equal 59 therefore angle BDC اللي هو عايزها equal 59. ليه؟ عشان الاثنين congruent. ليه الاثنين congruent؟ ودينا قلتها لهم من بدري. فهمت موضوع السنس والزير فور وكده؟ طيب ماشي. كويشن بي وكويشن 3 اي مش عليك لسه، نخش على اللي بعد. كويشن بي، ان ذا فيجر بي الشكل ده بيقول لي measurement of belong to M belong to AD و CMD equal measurement of angle EMD equal 40، يعني الاثنين دول ب 40، و measurement of angle AMB equal measurement of angle AMF equal measurement of angle EMF اللي هم 3 angle دول equal بعض. طب بص انا الصراحه فصلت، احنا هنطلع ايه كده جبت اخرك؟